مرحبا. تمديد إغلاق مطار نواكشوط أمام الرحلات الدولية لغاية 21 من الشهر الجاري، توقيع اتفاقية شراكة بين مندوبية تآزر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الجيش الوطني يعلن مسابقة اكتتاب مباشر للطلبة الضباط. أهلا بكم. قررت السلطات العمومية تمديد إغلاق مطار نواكشوط الدولي أمام الرحلات الخارجية لغاية 21 من الشهر الجاري، ويأتي القرار الجديد مع حلول نهاية الأجل المحدد سابقا لتمديد الإغلاق اليوم. وقعت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم اتفاق شراكة، ويهدف الاتفاق إلى توحيد جهود الهيئتين من أجل تلبية الاحتياجات الرئيسية للفقراء والفئات الهشة من السكان. أعلن الجيش الوطني تنظيم مسابقة اكتتاب مباشر لطلبة الضباط يوم 25 من الشهر الجاري، ويشترط في المترشحين أن يكونوا في سن ما بين 18 و25 وحاصلين على البكالوريا إلى جانب اشتراط القدرة البدنية. أصدرت وزارة الصحة تعميماً يقضي باعتماد تعديل جديد في أسعار الأدوية تماشياً مع زيادة سعر صرف العملة، ويشمل التعميم الجديد 369 دواءً مع تفاصيل أسعارها الجديدة المعتمدة. أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم عن إجراءات جديدة بالتزامن مع عودة بطولة الدوري الوطني، وتشمل الإجراءات إلزامية الكمامة وقياس درجات الحرارة واستراحة في كل شوط، مع السماح بإجراء 5 تغييرات إلى جانب لعب المباريات بدون جمهور. إلى اللقاء.